الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها العشر الأواخر قد هبت على الصائمين نفحاتها، وأضاءت في قلوب المعتكفين أنوارها، وتشوق عباد والصالحون لاغتنامها. هي ليالي مباركة تحمل بين ساعاتها ليلة العمر التي تنتصب فيها الأقدام بالطاعة، وترتفع فيها الأيدي بالدعاء والضراعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلها بهمة عالية، ويعد لها من الطاعات اجتهادا مضاعفا، فيلزم المسجد ويهجر الفراش ويقوم الليل. فحري بنا نحن كذلك أن نقتدي برسول الله وأن نسير على مساره. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. فما أحوجنا للعمل الصالح في هذه الأيام، ولكي نفوز بهذه الليالي علينا شد المئزر منذ الليلة الأولى، وألا نفرط في شيء من ليالي العشر. أسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يبلغنا ليلة القدر، ويجعلنا فيها من المقبولين والتائبين. وأنس كل العابدين شر الهدى بفضله. إخوة الإيمان، نفع الله بي وبكم. نذكر بعضنا البعض أنه مضى علينا من العشر الأواخر التي هي في رمضان أيام معدودة، فلنغتنم بقية الأيام ولنشد على ذلك العزائم، لكن مع ملاحظة: ليلة القدر ليست شرطا أن تكون هي في العشر الأواخر، قد تكون في الأوائل، قد تكون في النصف، قد تكون في الربع، لكن النبي هو قال: التمسوها في العشر الأواخر. يعني معنى ذلك غالب ما يكون ظهور هذه الليلة هو في هذا الوقت. ولا تنسوني من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.